الخير مشاهدينا ومشاهدي قناه الحياه في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده مميزه من طبيب الحياه، وزي ما عودناكم بتقديم كل ما هو جديد في عالم الطب وافضل الاطباء في جميع التخصصات وايضا افضل المراكز الطبيه. هيكون منورنا النهارده من داخل الحلقه استاذ دكتور احمد السكي، استاذ جراحات السمنه والسكر بجامعه عين شمس، وايضا دكتور نبيل السباعي حاصل على الزماله الدوليه لزراعه الاسنان بالولايات المتحده الامريكيه. مستنيين كل اسئلتكم وتساؤلاتكم على الصفحه الخاصه بينا، صفحه طبيب الحياه على الفيسبوك. هنروح لفاصل صغير نرجع مره ثانيه. اهلا بكم مشاهدينا ومشاهدي قناه الحياه في كل مكان، اهلا بكم فقره جديده مميزه من طبيب الحياه. النهارده هنتكلم عن المؤتمر الخامس عشر عن جراحات السمنه والسكر اللي بيقام في فيينا بالنمسا يوم الاربعاء القادم، وذلك تحت رعايه اكبر جمعيه ومنظمه دوليه عالميه لجراحات السمنه والسكر، وهي الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر افسو، واللي هيشارك فيها اكبر عدد من المتخصصين في هذا المجال. وبيشرفنا طبعا انه بيمثلنا في هذه المؤتمرات الدوليه، وبيشرفنا خارج بلدنا والمحافل ايضا الدوليه اللي بيكلمنا دايما عن كل ما هو جديد في عالم جراحات السمنه والسكر. واحنا طبعا مثبتين طبعا فقره يوم السبت كلنا بيتابعونا مع الدكتور اللي منورنا استاذ دكتور احمد السكي، استاذ جراحات السمنه والسكر بجامعه عين شمس، وايضا رئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه والسكر وعضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. اهلا بيك يا دكتور. وموضوع مهم جدا ومؤتمر اكيد مهم قوي، وانا حبيت اقول المقدمه كلها نصا، يعني مش عايزه اتلخبط خالص. هو ان شاء الله يوم الاربعاء القادم. في البدايه دكتور، بصفه حضرتك الممثل الوحيد لدولة مصر في هذه المؤتمرات أو المحافل، تقول لنا إيه عن المؤتمر ده وهتناقشوا إيه في المؤتمرات دي؟ هو الحقيقة مؤتمر الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر بيعتبر أكبر مؤتمر في العالم بيناقش هذا التخصص الدقيق وهو جراحات السمنة والسكر، وبيحضروا الخبراء من كل بلاد العالم بيدلوا بتجاربهم وبالمعلومات اللي عندهم، عشان هي المعلومات بتيجي من كده، من ان الشخص الفلاني اشتغل في بلده وعمل مثلا 1000 حالة من العملية الفلانية وكان له الطريقة الفلانية وادت النتائج الفلانية، وبالتالي بيجي يعرض نتائجه، بنقارن ده عمل كذا وده عمل كذا. عايز اقول لحضرتك ممكن المؤتمر يحضره اكتر من 5000 جراح في العالم كله، متخصصين في جراحات السمنه والسكر، وكل بلاد العالم لازم بتشارك، لان ده اسمه الورلد كونجرس، المؤتمر العالمي. في امريكان شابتر ده اللي بيتعمل في امريكا، وفي الاسيان شابتر ده اللي بيتعمل في اسيا، لكن ده اللي بيجمع العالم كله. طبعا هو مؤتمر متخصص، ما بيناقش جراحات كتير، هو بيناقش جراحات السمنه والسكر، وهي كانت زمان بس جراحات السمنه. انا فاكر ان قلت في حلقه سابقه ان الفدراليه الدوليه كان اسمها الفدراليه الدوليه للسمنه، ما فيش سكر خالص، ما كانش فيه سكر. موضوع السكر ده لما اكتشف في سنه 97، وكانت الفدراليه بادئه من قبلها بحوالي 5 سنين، غيروا اسم الفدراليه وسموها الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، وهي بالتحديد بارياتريك اند ميتابوليك سيرجري. ميتابوليك معناها مش السكر بس، معناها بنسميها الامراض المتعلقه بالتمثيل الغذائي، اللي هي السكر والضغط وارتفاع الكوليسترول وما ينتج عن مشاكل السمنه من خشونه مفاصل وحاجات زي كده. فهو مؤتمر متخصص جدا بيدرس هذه المشكله العالميه. وطبعا زي ما حضرتك عارفه مشكله السمنه مش مشكله محليه ولا مشكله فرد، دي مشكله مجتمعات ودول، وبتاثر على الحاله العامه سواء الاقتصاديه، ولها مضاعفات طبعا بتثقل وزاره الصحه في كل الاماكن في العالم، لدرجه ان في اماكن في العالم اصبحت بتدخل جراحات السمنه داخل التامين الصحي لهذه البلاد، لانه لما عمل دراسه لقى ان هو لو قدر يحافظ على شخص منتج خالي بقدر الامكان من الامراض المصاحبه للسمنه والسكر، النتيجه على المدى البعيد احسن له كفرد منتج، كفرد ما بياخدش علاجات من الدوله، ما بيعملش جراحات بسبب المشاكل اللي عنده، وكل ده كان داخل تحت التامين، فقال لك طب ما نمنع المشكله من الاصل. الحقيقه المؤتمر بيناقش
الطفرات الجديدة في الجراحات، وأولها وعلى رأسها عملية التحويل المصغر للمعدة ونتائجها اللي كل سنة بتبهر العالم سواء في مجال السمنة أو مجال السكر. طب انا كنت لسه اسال حضرتك يا دكتور، يعني الجراحات السمنه الاخرى تكميم بقى وتدبيس والبالون المعده برضو هتحظى باهتمام في طبعا المؤتمر مفيش ولا لا؟ كلام. انا عايز اقول لحضرتك المؤتمر بيجمع كل ما هو له علاقه بكلمه السمنه، بمعنى مش معنى ان التحويل المصغر للمعده هو الطفره وهو العمليه الجديده فالكل هيتكلم عليها بس، لا. التكميم عمليه قويه ولها دورها وفعاليتها وممثله، التدبيس الحديث، الحزام مازال له باعه له ناس بتفضله، بالون المعدة. عايز أقول لحضرتك كل الدراسات الهرمونية والأيضية وجمعيات السكر وجمعيات الهيستولوجي والباثولوجي اللي لها علاقة بالسمنة بتيجي تتكلم عن اللي يخصها، لأن الموضوع زي ما حضرتك عارفة كبير جدا. طبعا ولولا إن إحنا بيبقى في حاجة اسمها مالتي ديسيبلينري تيم أو فريق عمل متكامل بيدرس ما كناش وصلنا للنتائج دي، لأن مثلا عملية التحويل المصغر للمعدة الهرمونات اللي لها تأثير على السكر تم اكتشافها بعوامل مشتركة ما بين جراحين السمنة وما بين الهيستولوجي والهيستوباثولوجي في المعامل الدولية. يعني كان لازم يبقى معانا حد يقدر يكتشف هو ليه الجراحين لما بيعملوا جراحات التحويل المصغر للسمنة السكر راح، الجراحين لوحدهم ما يقدروش يكتشفوا الموضوع ده لو ما فيش بقية التيم اللي بيقدر يكمل البحث ويطلع الهرمونات دي، كنا فضلنا لغايه دلوقتي ما عندناش المعلومه دي. اوكي لي. طب دكتور بتكلموا عن كل عمليه لوحدها، او ايه اللي بيميز العمليه دي عن العمليه دي؟ يعني التكميم بصي والتدبيس والتحويل المصغر وبالون المعده، ايه مميزات دي او دي، او تناسب مين؟ بتتكلموا في الحاجات دي يا دكتور، التطورات؟ ما هو بالظبط احنا بنتكلم كمان في التفاصيل الدقيقه جدا، يعني المؤتمر طبعا على مستوى الخبراء، فهو مش لسه بيناقش العملية عبارة عن إيه ونتائجها الطبيعية الأولية إيه، نحن بنتكلم في اللي هي الديتيلز، الديتيلز اللي هي بتفرق من واحد للتاني، مثلا عمل حاجة مختلفة ولو بسيطة ونتائجها كانت إيه، وهل هو بس اللي عملها ولا في نتائج بتأكد المعلومة وتأثير دوت على الحاجات الأخرى. يعني الموضوع بياخد شكل بحثي علمي بطريقة قوية جدا. وعندكم حالات أصلا يا دكتور؟ يعني ما حدش بيتكلم كده لمجرد أنه هو اقتراح، لا ده بيبقى فيه حالات؟ لا ما فيش الكلام ده حضرتك، ده أي حد بيتكلم بيتكلم بحاجات مثبوتة علميا، بدوكيومنتيشنز، بيبقى ناشر الكلام ده في مجلات ومراكز أبحاث عالمية وافقت عليها قبل ما تتعرض. يعني مش أي حد عايز يروح يتكلم بيروح يتكلم، لا ده الحاجة لازم بتتناقش وتاخد موافقة وتدرس. وعايز أقول لحضرتك اللي بيقدم بحث لازم يكون مقدمه قبلها بسنة وسنتين عشان ياخد وقته في الدراسة. عشان كده احنا لما بنقول عملية التحويل المصغر مثلا، احنا الناس تعرفها منين عملية السكر بقالها قد إيه؟ 3-4 سنين، لا ده كلام عليها من أكتر من 11-12 سنة. عشان كده هي بدأت في 97 كمعلومة، والبحث عليها فضل يجي 5 سنين، ولما اتنشرت إن في عملية بتضيع السكر بدأ العالم كله يبص لها وبدأت تاخد على ما وصلت هنا وخدت الوقت ده. طب احنا عارفين يا دكتور احمد ان حضرتك من سنتين ابهرت العالم كله مش بس مصر بعمليه تحويل المصغر للمعده والاضافات اللي حضرتك ضفتها لهذه العمليه في علاج مش بس السمنه، يعني لو حد وزنه زايد اوكي ممكن يتعالج كذا طريقه، بس كمان السكر، يعني حد بيعاني من سمنه هيتعالج كمان لو عنده مرض السكر والعكس. تكلمنا تقولنا على الموضوع ده يا دكتور من سنتين، بس عايزين نعرف المشاهد حضرتك الاضافات اللي اضفتها لعمليه تحويل المصغر المعده، وان حضرتك كمان بتشوفها او بتحبها جدا العمليه دي، او بتعتبرها هي افضل عمليات لعلاج السمنه والسكر الاثنين مع بعض. بص حضرتك هو الحقيقه العمليه مش هذا الواحد اللي بشوفها كده، احنا الحمد لله كان لينا باع في 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 تحرير العمليه من الاول وفي تصميمها وفي التعديل عليها كمان في الخطوه اللي بعدها. عملية التحويل المصغر ميزتها ان هي اولا للسمنة هي العملية الوحيدة اللي بتخلي المريض ياكل كل اللي هو عايزه وما يفرقش معاه هو هيكتر حلويات ولا مش هيكتر حلويات، وبرضه هيخس ولو عنده سكر برضه السكر هيروح. ثاني حاجة هي العملية الوحيدة اللي اقدر اتحكم فيها في حجم المعدة واقدر اخلي المريض مع انه بيقدر ياكل كمية معقولة، عكس التدبيس والتكميم برضه التكميم والتدبيس بيحكموا المعدة قوي لأن هي جراحات تصغير معدة فقط،
فلو انا كبرتها شويه تاثير العمليه بيروح. التحويل المصغر زي ما حضرتك شايفه في الفيديو اللي بيوضح احنا عندنا دي معده وده اثنا عشر وبعد كده الامعاء الدقيقه. حجم المعده ده انا اقدر اتحكم اللي انا عزلته اللي هو اتعزل دلوقتي من المعده. والتوصيله بين المعده والامعاء اقدر اتحكم في طولها واقدر اتحكم في الديامتر او قطر الوصله اللي بينهم. ودي وصله مباشره من غير قطع ولا لزق ولا حاجه في الامعاء. ودي ما يميزها عن عمليات الاخرى وتحويل المسار القديم. زي ما حضرتك شايفه معده اقدر اتحكم في حجمها ووصله مع الامعاء اقدر اتحكم في طولها. اقدر اخسس العيان 10 15 كيلو واقدر اخسس العيان 100 كيلو و200 كيلو. احنا بيجي لنا ناس 300 كيلو ويخس يبقى 75 او 80 كيلو. بجد يا دكتور؟ بالعمليه دي طبعا. تحويل المصغر واقدر يجي لي حد 90 كيلو وانزله يبقى 70 كيلو او 60 كيلو ويجي لي حد يبقى 250 كيلو واخليه برضه 60 او 70 كيلو. فمفيش عمليه بالفاشون ده، مفيش عمليه بتدي السيطره دي في كم الوزن وفي كم الاكل وكم التحكم في السكر. مفيش عمليه بتدي السيطره دي، وان المريض بياكل هو عايزه. ما بيقدرش نمنع عنه حاجه بالظبط. عشان كده مثلا المريض اللي بيجي لي من الاول سويت ايترز او بيحب الحلويات او بيجي له اوقات مودز كده، في بنت او تقول لك انا بيجي لي اوقات ابقى الشوكليت دي ما اقدرش امنع نفسي عنها. انا معظم اكلي بره وباكل حلويات كتير وسناكس واكل سريع ومش مقبله قوي على الاكل، مع ان العمليه زيها زي التدبيس والتكميم صالحه جدا لكل انواع الاكل، حتى اللي بياكلوا عيش ورز ومكرونه كتير وكميات هي برضو صالحه. لكن هي بيميزها نقطه ان الحلويات والعصاير ما تنفعش مع التدبيس والتكميم وتنفع مع التحويل المصغر. تالت حاجه على المدى البعيد على السنين الطويله هي مضمونه اكتر من التدبيس والتكميم. ليه بقى دكتور؟ عشان هي مش عمليه واحده، هم عمليتين في بعض. هي تصغير وتحويل. لما المعده بتريح شويه وتوسع والمريض وجبته بتكبر، لان في كل العمليات لازم المعده تريح سنه وتكبر شويه. هي بيميزها ان مش حجم المعده بس هو المتحكم في ثبات الوزن بعد ما تخس. لا، نقطه عدم امتصاص الحلويات والنشويات والدهون بنسبة 75% بتخلي المريض حتى لو كان مثلا هنقول أربع قطع جاتوه يبقى كأنه كل قطعة واحدة. لو بياخد شوكولاتاية كاملة كل يوم يبقى كأنه خد جزء صغير. يبقى برضه مع إن المعدة إدته فرصة إنه ياكل أكتر، لكن عنده الباك أب والتحكم عن طريق الامتصاص. التدبيس والتكميم والحزام والبالون لو قدر ياكل كتير وقدر ياخد حلويات مش هيخس كويس. لان هي العمليه فقط تصغير، ما فيهاش اي حاجه بتاثر على الامتصاص. يبقى على المدى البعيد لما المعده توسع شويه وتريح التحويل المصغر مضمون اكتر، هو اللي يعيش اكتر. مش معنى كده ان التدبيس خلاص بقى ما نعملوش والتكميم. لا، في ناس بيفضلوا يا دكتور. احنا بنقول انه له الناس بتوعه. اللي هو مش مدمن حلويات وعصاير وشوكليتس. اللي هو معظم اكله بالك ايتر وعيش ورز ومكرونات وكلام من ده. دي بتجيب معاهم نتيجه طالما هم ما غيروش من عاداتهم الغذائيه وحولوا على موضوع الحلويات والشوكليت. طيب احنا عرفنا تاثير عمليه تحويل المصغر المعده على السمنه والسكر. طب يا دكتور، لو حد ما بيعانيش من سمنه، هو مريض بمرض السكر، يعني جسمه مناسب جدا، جسمه رفيع جدا، يناسبه عمليه تحويل المصغر؟ هي دي الميزه يمكن اللي انا نسيت اقولها برضه. عمليه التحويل المصغر هي الوحيده اللي تنفع للناس اللي وزنهم طبيعي مش عالي قوي. ما ينفعش يبقى طبيعي قوي بمعنى ان هو مثلا يبقى رفيع، لا، يبقى مش ما تنفعلوش للسكر. حتى مرضى السكر بنشترط عليهم ان يبقى وزنه زائد على الاقل مثلا 10 12 كيلو، يعني لو طوله 160 سنتي يبقى وزنه مثلا 70 كيلو او 75 كيلو. 75 كيلو ما هوش تخين، يعني يعتبر لا وزن طبيعي. لكن تصلح له العمليه ونقدر نخلي حجم المعده كبير والتوصيله بين المعده والامعاء على وزن قليل 100 سنتي مثلا، ياخد تاثير السكر والسكر يروح والسمنه ما يخسش اكتر من ال 10 كيلو اللي هو زايدهم. طب حلو، ده بيتحكم في كل حاجه. التكميم والتدبيس ما ينفعش معاهم كده. المريض لازم هيخس. لان هي العمليه هتتحكم في اكله قوي والفترات طويله، لانها موجوده في يعتبر تكميم المعده، تدبيس المعده، بالون المعده. تكميم المعده بالظبط. تكميم المعده احنا بنشيل اربع اخماس المعده. فبنصغر حجمها ونسيب الخمس. الى جانب تدبيس والتكميم ملهاش اي تاثير على البنكرياس في تنشيطه زي التحويل المصغر.
يعني التدبيس والتكميم بيؤدي مؤقتا لتظبيط السكر، لان هو بيعمل تنظيم غذائي. مريض السكر العادي لو بياخد كم اكل كتير سكره بيزيد. لما بيعمل عمليه زي التكميم والتدبيس، العمليات دي بتعمل نوع من التحكم الغذائي، بياكل قليل فلازم سكره يتظبط مؤقتا. لما تيجي بعد كده حجم المعده يزيد شويه فياكل اكتر، تلاقي السكر رجع تاني. لان التدبيس والتكميم ما بينشطوش البنكرياس زي التحويل المصخر. فيجي برضو حاجات من يعني حاجات مؤقته، ان هو بيخف شويه وبس بيرجع له تاني. غير التحويل المصغر بالظبط. عشان كده المريض اللي عنده سمنه لو عنده سكر بقول له لا، اعمل التحويل المصغر على طول. لو لا ما عندوش سكر يبقى عندنا وما بياكلش حلويات كتير، يبقى نيجي هنا دور حاجة. التكميم والتدبيس. يعني ما نقدرش نقول ان هي العمليه الوحيده في العالم هي دلوقتي التحويل المصغر، لا، التكميم له دوره والتدبيس له دوره. الى جانب ان ممكن تبقى العمليه فيتنج على حد اكتر، فنقول لا حتى بلاش التحويل المصغر. ليه نعمل طالما ما فيش سكر، ما فيش ادمان للحلويات والسكريات؟ خلاص يبقى التدبيس والتكميم بالنسبه لنا كفايه. طب دكتور احمد، عايزين نتكلم شويه ونعرف المشاهدين عن التعديل القوي اللي حضرتك ضفته لعمليه التحويل المصغر للمعده وتاثيره على العمليه وعلى المريض. هو احنا عملنا اكتر من حضرتك مشرفنا بره، احنا عايزين نقول بس نعرف المشاهدين برده، حضرتك مشرفنا في مصر وبره مصر، وفي تعديلات وناس مستغربه جدا ومش اي حد بصراحه. يعني المفروض نلجا للدكتور الفاهم. يا جماعه دي صحتنا، والسمنه والسكر ده يعتبر امراض العصر، امراض طبعا وبيتشعب منها كل الامراض الاخرى. صح. الحقيقه الحمد لله احنا من اكتر من سنتين ونص او داخلين في 3 سنين دلوقتي، كان لينا تعديل مهم جدا، وهو ما كانش تعديل واحد في نفس العمليه، كان تعديلين اساسيين. التعديل الاولاني هو التحكم في طول الامعاء حسب الوزن وحسب السكر. يعني انا لسه بقول لحضرتك دلوقتي المريض اللي وزنه كبير نقدر نعمل له التوصيله للمعده والامعاء على بعد 2 متر فيخس كتير والامتصاص عنده يقل بنسبه اكتر. أوكي. المريض اللي وزنه وسط او نقدر نقول عنده سمنه بس ما عندوش سمنه زايده قوي، بنعملها له على 150 سنتي فيخس مثلا ال 20 30 كيلو ويثبت على كده. تمام. المريض اللي ما عندوش سمنه عنده سكر بس، بنعملها له على بعد 100 سنتي او 120 سنتي فما يخسش غير اللي هم ال 10 كيلو بتوع النظام الغذائي اللي بيمشي عليه اول شهر. أوه. وخلاص. دي صوره التعديل يا دكتور؟ دي ده كده ده التعديل الثاني اللي احنا عملناه، اللي هو التوصيله الجانبيه. التوصيله الجانبيه دي على قد ما هي تبدو ايه الفرق بين ان كانت توصيله عموديه وبعدين خليناها جانبيه، الفرق شاسع جدا في تاثيرها على المريض. التوصيله زي ما حضرتك شايفه دلوقتي الاكل نازل، السهم نازل من فوق، معدي في المعده الانبوبه الطويله، ولقى مش الامعاء مش تحت، لقاها سايد تو سايد جنبه. السايد تو سايد ده بيخلي الاكل ما ينفعش يطلع تاني يدخل الامعاء لفوق. يعني الاكل والسوائل ما ينفعش تطلع من المعده ترجع تاني للامعاء، والعكس ما ينفعش بعد الامعاء ما تطلع لفوق السائل ويطلع على حرف الان ده وينزل، هينزل بالجرافيتي لتحت مش هيطلع تاني جوه المعده. صح. عايز اقول لحضرتك مجرد ان سائل الامعاء كان يدخل جوه المعده في العمليه اول ما توصفها دكتور روتليدج، كان السائل ده بيعمل نوع من الاحتقان المزمن في المعده وارتجاع بيضايق المرضى جدا. يبقى المريض خد كل المواصفات الكويسه بس عنده حاجه مؤرقه جدا له. عشان كده لما نقول التحويل المصغر مش معناها ان هو كل الطرق بتاع التحويل المصغر معموله بنفس طريقه العمليه. تلاقي مريض بيشتكي يقول لك بس التحويل المصغر ده ضايقني. هل هي اتعملت بالطريقه الصح وبالتعديلات الصحيحه وخدت فرصتك كامله بانك حتى الحاجات الصغيره اللي ممكن تضايقك تخلصنا منها؟ التوصيله الجانبيه مجرد ان سائل الامعاء كان يدخل في التوصيله العموديه الاولانيه جوه المعده، ده سائل مش طبيعته ان هو يبقى جوه المعده، وفي الكالين اكتر، يعني سائل المعده حمضي، سائل الامعاء قلوي. المعده متعوده على السائل الحمضي والاتش سي ال زي ما بنقول احماض المعده. لما يدخل القلوي جوه المعده ده مكانه مش طبيعي. يبتدي يعمل نوع من الارتجاع والحموضه اللي المريض بيستغربها قوي. وتبقى حاجه مزمنه معاه. لما عملنا التعديل من سنتين ونص ثلاثه العالم كله بقى مبسوط بالنتيجه اللي كانت، يعني عارفه لما تبقي عملتي حاجه 99% وفيها 1% مضايقك ومش عارفه تتصرفي فيه. لما عملنا ال 1% دي الحقيقه خلت العمليه بقت غير مقارنه باي عمليه اخرى. تخلصنا من المشكله اللي كانت فاضله وهي الارتجاع في الحموضه. وخدي بالك الارتجاع ده كان ممكن في نسبه من الناس
يخليه يرجع العملية، لأن احنا كان قبل 3 سنين كان في نسبة ريفيجن للعملية نسبة 1.5%، يعني من كل 300 واحد في 2 هيرجعوها من كتر العيب دوت اللي مضايقه. لما عملنا التوصيلة الجانبية بقالنا أكتر من 2.5 أو 3 سنين، الحمد لله ما بقاش في حاجة اسمها كده، ما بقاش في مريض عنده حموضة دائمة بسبب العملية. يعني بقى تحويل المصغر للمعدة عملية كاملة ما فيهاش أي آثار جانبية طبعاً. احنا بنقول طبعاً الكمال لله وحده، بس دور العلم إن هو بيشوف إيه المؤرق وإيه الحاجة اللي بتقلل من قيمة العمليات ويحسنها، فيوصل مش هنقول للبرفكشن، لشبه البرفكشن. طب تمام دكتور، السمنة الموضوعية كان ليها دور بقى في المؤتمر 15 لعلاج جراحات السمنة والسكر، زي جهاز الفيزر اللي حضرتك برضو كلمتنا عنه في حلقات فاتت، في شد الدهون، في شد أسفل العضلات وشفط الدهون. ناس كتير ممكن ما تعانيش من سمنه كليه او زياده في الوزن بطريقه كبيره، ممكن يكون جسمهم كويس بس عندهم مناطق فيها تجمعات دهون كتيره زي الكرش والارداف. ممكن نعالجهم برضو؟ وحضرتك اتكلمت في المؤتمر او كلكم اتكلمتوا في المؤتمر 15 ولا لا؟ ما هو المؤتمر ليها نصيب، هو ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله لما نبدا الفعاليات بيبقى دايما في سيشنز لكل المهتمين. يعني طبعا احنا الكلام ده ما بيتعملش في قاعه واحده رفقاتين، ده بيبقى فيه اكتر من 20 قاعة، كل واحد بيشوف مجال اهتمامه وبيشارك فيه. فطبعا الجراحات السمنة الموضعية لها دور فعال طبعا، وزي ما حضرتك قلتي في كاتيجوري من الناس مش محتاج يخس كله، هو محافظ على وزنه او مكتفي بوزن معقول، بس عنده او عندها منطقة معينة في البطن، منطقة في الهانش، منطقة في الفخدين، في الذراعين، مثلا ثدي صغير ثدي كبير، هو ده بقى دور السمنة الموضعية التجميلية أو تنسيق القوام. زي ما حضرتك أشرت، جهاز الفيزر الحديث طارح نفسه بقوة، لأن طبعا أول جهاز في العالم يعمل شد وشفت بدون جراحة، وشد وشفت، شد وشفت. ما هو طبعا الشفت بدون جراحة اللي هو بالليزر طول عمره موجود، لكن الجديد هو أن يتعمل شفت وشد في آن واحد بدون جرح، وده في نسبة كبيرة من الناس اللي هم إلى حد كبير بيخاف من كلمة جراحة، يقول لك أنا مش عايز جرح تاني، مش عايز يتعمل لي شد بطن عنيف وأقعد مثلا أسبوع في البيت، شغلي مستمح لي أن أنا أخد أجازة طويلة. يبقى أصبح عندنا حل أخيرا، ودي برضو طفرة كبيرة، والحمد لله زي ما حضرتك شايفة العلم ما بيقفش عند حاجة. احنا طول عمرنا نقول للأسف ما فيش حل للجلد المترهل غير الشد الجراحي فجأة، والكلام ده أنا قلته كتير على الهواء. فجأة طلع علينا جهاز خلانا نقول يا جماعة أصبح في حاجة لشد الجلد، أو على الأقل لمنع ترهل الجلد مع الشفط لدرجة معينة. احنا طبعا ما بنقولش إن الفيزر يصلح ل100% من الناس، في درجة من الترهل ما زالت لا يصلح فيها غير الشد الجراحي. لو الجلد لا أصبح مترهل بعنف، أصبح إلى حد كبير فقد المرونة بتاعته وأصبح ريداندنت أو مدلل إلى حد كبير، يبقى أصبح الشد الجراحي هو الحل الوحيد. لكن في المراحل الأولية لا، الفيزر يغني عن الجراحة ويدي نتيجة مرضية لحد كبير. يعني ما تعتبرش عملية جراحية، ده هو حاجة احنا شفناها قبل كده، فورم بنحقن ونشفط ونشغل الجهاز، وبيؤدي النتيجة المطلوبة منه في تفتيت الدهون والخلايا الدهنية عشان ما ترجعش تاني، وفي شد الجلد. دكتور أحمد أنا بشكر حضرتك جدا، وبجد مشرفنا، وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله يوم الأربعاء في المؤتمر، وعايزينك تشرفنا أكتر وأكتر وتعمل لنا تعديلات كتيرة يا دكتور، زي التعديل من 2.5 سنين، عايزين تعديلات تانية بقى دكتور. إن شاء الله نفتخر بيك أكتر. بشكر حضرتك دكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، وأيضا رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. النهارده اتكلمنا عن المؤتمر 15 اللي هيقام ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي، وانتظرونا ان شاء الله فقرات جديده قادمه من طبيب الحياه، مستنيكم ان شاء الله كل يوم من السبت للاربعاء من 1 حتى 2 ظهرا، ما تنسوش القعده من 1 صباحا وايضا من 7 صباحا. كل اسئلتكم على الصفحه الخاصه بينا، صفحه طبيب الحياه على الفيسبوك. كنت معكم انجي علاء، الى اللقاء. مساء الخير مشاهدينا، مشاهدي قناه الحياه في كل مكان، اهلا بيكم في فقره جديده من طبيب الحياه. مين فينا مش معرض لفقدان الاسنان، او مين فينا اصلا ما فقدش قبل كده اسنانه؟ النهارده الحقيقه فقدان الاسنان احنا عارفين طبعا
ان هو بيجي عن طريق الاهمال او عدم المتابعه عن طبيب الاسنان المختص بصفه دوريه. وكنا زمان بنقول ان لو حد فقد ضرس او سنه بيبقى البديل او السنه التعويضيه بتيجي عن طريق عمل كوبري، لكن النهارده هنتكلم عن افضل الطرق التعويضيه لفقدان الاسنان او الضروس عن طريق زراعه الاسنان. وهيكلمنا عن الموضوع ده ونتعرف اكتر عن موضوع زراعه الاسنان مع الدكتور نبيل السباعي، حاصل على الزماله الدوليه لزراعه الاسنان بالولايات المتحده الامريكيه. اهلا بيك يا دكتور نبيل. اهلا بيك يا ووحشتنا جدا ومنورنا. وانت يا دكتور، في البدايه في ناس كتير قوي بتخاف تروح لطبيب الاسنان. بالزبط. لاي سبب؟ صح. احنا عايزين نطمنهم النهارده، بس في البدايه عايزين نعرف تاريخ زراعه الاسنان. طيب، هو مبدئيا يعني دكتور السنان في كل العصور هو عامل مشكله لكل العيانين او كل الناس. الصوره دي بتورينا يعني مراحل شكل الدكتور الاسنان، الناس بتتخيله شكله عامل ازاي. ولكن طبعا دكتور السنان دلوقتي مختلف تماما عن المنظر دوت. طبعا دكتور الاسنان كانوا بيتخيلوا ان هو متخصص في خلع الاسنان. طب الاسنان دلوقتي بقى فيه التكنولوجي الاعلى، ان انت ما توصليش لمرحله خلع السنه. ولو خلعتي السنه انت ممكن تعملي دلوقتي مكانها زراعه اسنان، علشان يبقى اللي فقدناه عوضناه. تمام. اوكي. الدكتور الاسنان دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه هو مش الشيء المؤلم للاول، لدرجة ان حقنة البنج النهاردة بيتاخد لها حاجة اسمها التوبيكال اناسيزيا او بنج موضعي، اللي هو الجل. بيبقى بالفراولة والليمون والاطعمة كتير. فاهم قصدي؟ عشان حتى ما يحسش بحقنة البنج. لو جينا نتكلم عن تاريخ زراعة الاسنان، في حاجة غريبة قوي ان احنا ابتدينا نشوفها، نقرا بيبرز مثلا وابحاث، ان دلوقتي زراعة الاسنان احنا مش اخترعناهاش في الزمن اللي احنا عايشين فيه او خلال ال 100 سنة اللي فاتت دي. لقينا ان في بعض المومياوات اللي في الفراعنة ابتدوا يلاحظوا فيها ان هو فكرة تعويض الاسنان. زراعة الأسنان هي فكرة تعويض أسنان مخلوعة. أوكي؟ لو إن في الفراعنة في فكرة إن هو الملك لما يحصل عنده فقدان للأسنان يبتدي يعوض له أسنانه بفكرة اللي إحنا شفناها الصورة اللي فاتت دي. يحط أسنان مع ربط بسلوك من الذهب. أوكي؟ التطور طبعًا بالظبط. التطور زاد شوية بشوية لحد ال 100 سنة اللي فاتت، اللي يعني السنين اللي فاتت طبعًا كنا دايما بنسمع عن التركيبات المتحركه. تمام. التركيبات المتحركه بتاعتنا اللي هي البارشل دنشر او الدنشر اللي هو الطقم، زي الصوره دي، الصوره اللي هي على الشمال خالص دي، ده كوبري او اسوري معلش، ده عباره عن طقم متحرك. طبعا العيانين كلها يعني بترفض ده نفسيا قبل ما يكون قايب لاي حاجه تانية. العيان ما بيبقاش مرتاح نفسيا بالتركيبه المتحركه. الصوره اللي على اليمين خالص دي، ده فكره الكوبري دي يا جماعه، الاوبشنز المتاحه قدام المريض المصري. تمام. عند دكتور السنان المصري بالتحديد. بالظبط كده. تمام. فدكتور السنان دلوقتي المصري في مصر هنا، لما يحب يعوض لعيان سنه بيقول له التو اوبشنز دول، اللي هو عباره عن طقم متحرك او الكوبري. او الكوبري. اوكي. طبعا مش كل دكاتره الاسنان بتقول للبيشنت او المريض اللي قاعد قدامه فكره ان انت تعمل زراعه اسنان. اوكي. لان فكره زراعه الاسنان هي محتاجه اول حاجه طبيب متخصص في زراعه الاسنان. ما هوش متخصص حشو عصب او متخصص تجميل او متخصص اي حاجه، ده حد دارس زراعة أسنان. ده تخصصه. هو ما بيشتغلش حاجة في طب الأسنان غير زراعة أسنان. عارف إيه الكومبليكيشنز وإيه المشاكل اللي ممكن تحصل وإزاي يعالجها. خلاص، لأن زراعة الأسنان هي مش حاطة زرعة بس. أوكي. طيب دكتور، عايزين نعرف عيوب التركيبات اللي إحنا شفناها، سواء الثابتة أو المتحركة، وفوائد زراعة الأسنان. تمام. أول حاجة عايز أتكلم عنها يعني إيه تركيبات ثابتة. هي الكوبري اللي هو أنا ببرد الأسنان. لو عندي سنة في النص ناقصة. اوكي. انا ببرد السنه اليمين والسنه الشمال. تمام. يعني ايه برد اسنان؟ الصوره دي توضح لك. شوفي انا النهارده عملت ايه في السنان السليمه اللي هي ملهاش ذنب خالص. وهي كانت سليمه ما فيهاش الم، بردتها علشان اعمل كوبري. اوكي. الكوبري ده اللي هو هيعوض الاسنان في النص. فانا شوفي بردت السنان بقت صغيره جدا. يعني عشان اركب سنه مثلا في النص مفقوده لازم اجي جنب السنتين اللي جنبها ابردهم. طب انا عملت ايه لما بردتهم؟ زودت الحساسيه. طبعا المريض بقى بيعاني من حساسيه اسنان، وجع ساقع وسخن، ممكن تسوس تاني. واكتر مشكله ممكن تسالي فيها اي حد عامل كوبري، هيقول لك حاجه بتعمل طعم وحش وريحه وحشه في بقه. خلاص. كمان حاجه عايز اقولها، الكوبري عمره ما بيدي الشكل الجمالي بتاع المريض عايزه. دايما البيشنت بيبقى عنده حاجه مش كده، هو بيبقى داخل العياده فاكر ان هو يطلع بحاجه معينه. فعشان يوصل للحته دي عمره ما هيوصل بالكوبري. عمره ما هيوصل للشكل اللي هو كان عايزه الجمالي بالكوبري. أوكي. هنا بقى نيجي نوصل الزراعه. طب هل الزراعه ممكن تديني الشكل الجمالي وتلغي كل اضرار التركيبات الثابته دي؟ اقدر اقول لك ازاي.
لو عندي مثلا سنه ناقصه تمام اوكي، انا بعمل ايه؟ بحط مكان السنه الناقصه او الجدر اللي انا خلعته هي الصوره دي بالظبط، دي الصوره دي بتبين على اليمين فكره ان انا عندي سنه ناقصه والشمال سنه ناقصه، بس اليمين قررت اعملها بالكوبري، الشمال قررت اعملها بالزراعه تمام. فانا في النص سوري الصوره اللي على الشمال انا هنا ما بردتش اسنان، انا حطيت سنه ناقصه مكان السنه الموجوده سوري المفقوده، وبالتالي ما بردتش اسنان، ما جتش جنب السنتين اللي هم السلام اصلا. يبقى اول ميزه ممكن نقولها لزراعه الاسنان هي عدم برد للاسنان. اوكي تاني حاجه بتديني الشكل الجمالي اللي العيان كان بيتخيله. ليه؟ لان انت كل ما تلعبي في اسنان اكتر كل ما هتبوظي الناتشرال ابييرنس الشكل الطبيعي تمام. لكن لما تبقى سنه واحده في النص بتحكم فيها احاول اظبطها مع بقيه الاسنان. صح. يعني كل ما الموضوع بنقول بيكبر كل ما هيبوظ اكتر. صح. فاهم قصدي؟ وبالتالي هنا هو بتديني الشكل الجمالي اللي العيان كان متخيله. غير كده اهم حاجه ان انت تقدري تنضفيها زي السنان الطبيعيه. النهارده لما يبقى عندي اسناني الطبيعيه بنضفها ازاي؟ فرشه ومعجون، خيط طبي ومضمضه. عمر ما الخيط الطبي يقدر ينضف كوبري، لان الكوبري ملحوم في بعضه، وبالتالي عمر ما الخيط الطبي هيخش بين الاسنان وينضفها. لكن الزراعه هي سيبريت يونت، هي حاجه منفصله، هقدر انضفها زيها زي الاسنان الطبيعيه، فبالتالي الكوبري بيعمل لنا ريحه مش كويسه وتسوس بالظبط. لكن الزراعه ما تحولش اكل لان هي زيها زي الاسنان الطبيعيه. أوكي. تمام. دي فوائد زراعه الاسنان وعيوب الكوبري او التركيبات الثابته او المتغيره. دكتور الزراعه دي ليها انواع بالظبط، عايزين نعرف انواعها وايه هو مثلا لو الدكتور غلط الاعراض بقى الجانبيه للتركيبات او الزراعات الرديئه. السؤال ده كويس جدا. طيب بص خلينا اكلمك، هو في حياتنا اليوميه في كل حاجه احنا بنشتريها في منها انواع. خلاص دي حاجه طبيعيه. انا النهارده ببقى مثلا عايز انزل اشتري مثلا تلفزيون، ببقى شايف قدامي تلفزيون صيني وفي تقفيل مصري وفي مثلا الكوري والياباني وكل الانواع خيار. تمام. هنا هوت انا يعني مستهلك ببقى عارف انا نازل اشتري ايه مثلا لاني فاهم فيها شويه. طيب النهارده الزرعات دي مين يفهم فيها؟ الطبيب مش العيان، صح؟ فهنا هو طبعا دي وظيفه الطبيب ان هو يقدر يختار المنتج او الشركه المنتجه للزرعه بطريقه محترفه، مش اي حاجه اختارها. لان يعني بصراحه لقيت برضو انا بيجي مثلا اشتغل بلاقي مشاكل لزرعات، بيجي لي بيشنت بزرعات فيها مشاكل، بنكتشف بعد كده ان الزرعات دي اصلها يعني غير، يعني في زرعات مجهوله المصدر، يعني ما اعرفش جايه من اني بلاد ومش مكتوب عليها اي حاجه وبتتباع وصينيه والى اخره. فاهم قصدي؟ وبالتالي المركز عندنا عمل كده زي قانون ان الزرعات بتاعتنا اللي بنشتغل بيها هي التوب دنتال امبلانتس. يعني ايه؟ يعني النهارده بشتغل بماركه مثلا الامريكي. انا بقول للعيان دايما خش على جوجل اكتب افضل 10 زرعات اسنان في العالم. في مسابقه على فكره بتتعمل بره في امريكا بافضل انواع الزرعات. هيلاقي المنتج ده احنا بنستخدمه هو نمره 3 في العالم، لان اول وثاني منتج للاسف ما لهمش وكيل في مصر. اوكي. فدي من احد الحاجات اللي احنا بنحتاجها، ان احنا نطلب شهاده الضمان على الزرعه من الشركه المنتجه مدى الحياه. لان الشركه واثقه في منتجها، وبالتالي هي بتديني ضمان مدى الحياه على الزرعه. لان هي عارفه ان الزرعه بتاعتها ما بيحصلهاش فيلير، مش بتبوظ. فاهم قصدي؟ اوكي. دي بالنسبه للزراعات. فاحنا طبعا عايزين نحذر برضو نعمل حاجه اسمها وعي طبي. حاجه بتبقى رخيصه دكتور. ما احنا عايزين نعمل الوعي الطبي ده بقى. الوعي الطبي بتاعنا ان احنا نقول للعيان انت لو رحت قررت تعمل زراعه عند دكتور اسنان شوف علبه الزرعه واقرا بلد المنشا واعرف نوعها قبل ما تشوفه يفتحها لك ويشتغل لك بيها. تمام. فاهم قصدي؟ تمام. ده حقك. أوكي. فانت خلي بالك من الحته دي قوي. طب دكتور عايزين نشوف بقى الحالات اللي بتحتاج زراعه ومعانا مجموعه من الصور. اوكي نبص عليها. اول صوره معانا اهي. دي بص دي اكتر صوره بنقابلها في حياتنا كطبيب يعني بيشتغل زراعه. هي مريض السكر اللي هي العمليات الفول قرش. الفول قرش الصوره اللي بعديها توريكي يعني ايه فول قرش. يعني ده عيان ما عندوش لا سنه فوق ولا سنان تحت. بنيجي نعمل في كل فك من 6 لـ 8 زرعات في الفك. على حسب حاله العض. وبركب عليها تركيبه كامله تعوض ثابته تعوض كل الاسنان والدروس اللي ناقصه. الصوره اللي بعدها دي حاله من عندنا من المركز، ده فك كامل ناقص. عملنا له 8 زرعات. تمام. ده شكل زرعات. ده شكل زرعات جوه الليسة. اوكي. الصوره اللي بعديها هنشوف الاباطمنتس اللي هي بتركب عليها اللي هو الجزء اللي بيبقى خارج بره الليسة اللي بناخد بيه المقاسات. دي تشيل. الصوره اللي بعديها دي تاخد تشيلك زي ما انت شايفه كده تعمل لك اسنان فوق وتحت ثابته مدى الحياه.
لا طقم بيتفك ولا طقم بيتحط ولا يقعد يقع منه وهو بيتكلم. ويغسلها عادي يا دكتور. بتعمل على انها طبعا بتعمل ايه العضه دي اللي هي ياكل بيها جزر، ياكل بيها كل حاجه يقدر ياكلها بالاسنان الطبيعيه. ليه؟ لان الزرعات عندنا لما جم يقيسوا اللي هي القوه اللي هي قوه الاستحمال بتاعتها هي الزرعات مصنوعه من التيتانيوم، وبالتالي هي اقوى من الاسنان الطبيعيه، فتقدر تستحمل كمان الفورسز اعلى من الاسنان الطبيعيه. فيقدر ياكل بيها اي حاجه هو يقدر عايز ياكلها وما تضايقوش خالص في تماما. انا عايز اقول لك حاجه والله، بالذات مرضى السكر دايما بعد ما بنعمل لهم الزراعه بنلاقي وزنهم زاد، لان هو بيبقى فاقد اسنانه بقاله فتره مش كبيره، مش عارف ياكل بالظبط ومش عارف ياكل. بيبقى عنده مشاكل كمان في المعده نتيجه سوء الهضم، لان طبعا بياكل بيبلع الحاجه مش بيمضغها كويس. وبالتالي بتلاقي وزنه بعد شهرين ثلاثه من الزراعه وزنه زاد، لان هو ابتدى ياكل صح. فاهم قصدي؟ معانا كمان صورة. الصوره دي بقى لو تاني حاجه ممكن نقول عليها الحالات اللي تحتاج للزراعه هي الاصابات. دي حاله بنت كانت بتلعب جودو اوكي وخدت تروما او خبطه معرفش بقى بوكس او ايه في سنتها الاماميه. طبعا بالاشعه لقينا ان الجدر جوه العظم مكسور بالظبط كده ايه بالعرض. فدي الحاله. الصوره اللي بعديها عملنا حاجه اسمها ايميديت امبلانت ايميديت لودنج، اللي هو خلعنا الجدر على طول، حطينا مكانه جدر صناعي وحطينا على طول طربوش. اوكي دي حالات الاصابات خلاص. ممكن نقول بقى بعد كده الحالات الثانيه تحتاج حالات الاهمال. خلاص في مريض زي ده تقولي الدكتور يعجز عن علاج الاسنان بالطريقه دي. ليه يعجز؟ لان اصبح حاجه اسمها في يعني بادلي ديكيد، يعني خلاص وصلت لمرحله الهشاشه ان كلها مسوسه، حتى الجذور جوه العظم سوست. وبالتالي الجذور جوه العظم لما تسوس الدكتور مستحيل يعالجها، لانه الحشو ده عشان يعمله لازم ينظف التسوس. وبالتالي التسوس لما يبقى جوه الجذور يعني جوه العظم عمر ما الدكتور هيعمل فيها حاجه. دي حاله صعبه قوي يا دكتور. دي الاهمال بقى اللي احنا بنقول عليها، دي ايميديت امبلانت على طول. مثلا سنان وتدخين القهوه، وما بيروحش لدكتور السنان، وكل ما السنه تتكسر منه عادي مش مشكله. دي الحالات اللي بينفع معاها زراعه الاسنان. بالظبط. دكتور ازاي بتتم بقى عمليه زراعه الاسنان؟ وبرده معانا مجموعه من الصور التلميحيه. تمام. زراعه الاسنان بتيجي اول حاجه بنعملها اول ما المريض بيقرر انه يعمل زراعه اسنان، بنطلب منه اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد. الاشعه المقطعيه دي بتبين هي التكنولوجي اخر حاجه وصلت ليها مجال طب الاسنان في الزراعه. طيب بتعمل ايه الاشعه المقطعيه دي؟ بتسهل للعيان وبتسهل للطبيب، بتسهل للطبيب ان هو النهارده قدر يعمل عمليه الزراعه قبل ما يخش العمليه. يعني ايه؟ يعني النهارده هو قاعد على الكمبيوتر على السوفت وير زي الصوره دي كده، هو شاف شكل العظم بالكروس سكشن، بعد الصوره اللي بعديها قاس طول وعرض العظم تمام بتاع العظم الحته اللي هيحط فيها الزرعه، والصوره اللي بعديها حط تخيل شكل الزرعه جوه العظم. تمام. فهو كده الدكتور عمل العمليه قبل ما يخش للعيان، وبالتالي بتزود نسبه نجاح عمليه زراعه الاسنان. انت درستها كويس قوي بالتفاصيل بتاعتها بالزبط. بالحجم بتاع العظم، عمل التريتمنت بلان صح بتاعه العيان قبل ما يخش له. طيب هي بتسهل ايه على العيان؟ بتسهل ان النهارده ما بقتش عمليه زراعه اسنان، الطبيب النهارده مش محتاج يستخدم المشرط ويرفع اللسع عشان يشوف العظم ويقيسه. فبالتالي هو عمل ايه؟ هو شاف كل ده وما فيهاش لا جراحه ولا اي حاجه. الصوره اللي بعديها هتوريك يعني ايه عملنا العمليه بدون نقطه دم. دي زرعه جوه اللسع اتحطت في ساعتها، دي شكلها بدون ما فتحنا، بدون مشرط، بدون غرز. تمام. طب دكتور الماده دي حديد دي ولا دي ماشي. هو الزرعه بتبقى جزئين. الجزء اللي جوه العظم مصنوع من ماده التيتانيوم. التيتانيوم ده اللي هو باي كومباتبل، يعني الجسم ما بيتفاعلش معاه. ده مهم قوي يا دكتور. تمام. دي بقى بتبقى حاجه اسمها جولد بليتد. احنا بنستخدم دايما الاباطمنت بتاعتنا بتبقى جولد بليتد. تمام. اللي هي الزرع بتبقى ستانلس ستيل، اللي هي الجزء الخارجي ده. تمام. علشان اللسه بتحب حاجه ناعمه، السطح الناعم، التيتانيوم سطحه خشن، العظم يشتغل معاه، ولكن اللسه بتحتاج حاجه ناعمه علشان ما تحصل لهاش ريسيشن او تطلع فوق. تمام. طب دكتور لو حد عمل عمليه زراعه اسنان ازاي بيتعامل مع اسنانه؟ بيتعامل معاها بطريقه طبيعيه ولا برضو حضرتك مثلا بتدي له حاجات كريمات معينه، او ما يدخنش، ما يشربش قهوه، سجاير في البدايه بس لغايه ما السنان تتاقلم شويه؟ تمام. ولا لا بيتعامل بيها طبيعي جدا؟ طيب هقول لك حاجه، انت الاول يعني اول حاجه سالتيها السؤال كويس جدا. طيب النهارده الكلام دوت بعد العمليه على طول ولا مدى الحياه؟ نتكلم عن بعد العمليه على طول. بعد العمليه على طول بالظبط كده. بعد العمليه انا بطلب دايما من المريض ان انت النهارده بس عندك تخلي بالك لو مدخن مش هندخن لمده اسبوع. تمام. الاكل والشرب ما يبقاش بس فيه شطه او ما يبقاش سخن. تمام. وبعد اللي هي مدى الحياه بقى هقول له اتعامل معاها لانها سنتك الطبيعيه. طبيعيه. فرشه ومعجون، خيط طبي، مضمضه عادي جدا، وعيش حياتك طبيعيه وكل اللي انت عايزه عليه. اللي هو اللي بيحافظ عليها عادي، انسان طبيعي بيحافظ على اسنانه. بيحافظ على اسنانه الطبيعيه بالظبط. طيب دكتور نبيل هستاذن حضرتك، نروح المشاهدين نشوف تقرير ونرجع. اوكي يلا بينا. اوكي.
النهارده احنا عايزين نشرح للناس الاول قبل ما نبتدي ايه فكره عمليتك النهارده وايه مشكلتك. فاحنا كنا النهارده بنشرح على الاشعه المقطعيه. في ناس كتير كانت بتسال يعني ايه اشعه مقطعيه. انا طلبت منك في الاول اول ما جيتي شرفتينا ان احنا نعمل اشعه مقطعيه اللي هي بتبين لي شكل المكان اللي هحط فيه الزرعه من قبل ما من غير ما افتح مطرش افتح اللسه او اعمل فتح بالمشرط او خياطه. هنوت اول حاجه انا عندي اللي هي الحته ديت ان انا حضرتك كنت بتحتاجي فيها درس عشان يحصل مضرب كويس وما يبقاش الاكل يتبلع صحيح يعني. فطبعا اول حاجه محتاجين انت كنتيش مشغله جنب الشمال فكنا محتاجين نعمل زراعه للدرس. اوكي اول حاجه عملناها ابتدينا نختار السلكشن بتاعنا. اخترنا المكان اللي هنحط فيه الزرعه واخترنا وشفنا شكل العظم المقطعي سي تي كروس سكشنال. يعني بنيجي السوفت وير بتاعنا بتاع الاشعه المقطعيه بيتيح لينا ان احنا نقدر نقيس الطول بالمليمتر والعرض بالمليمتر. وغير كده كمان ممكن كمان ان انا بحط شكل الزرعه بتاعتي واتفرج عليها ان كان شكلها مظبوط والانجل بتاعتها مظبوطه. كل حاجه اقدر اشوفها من خلال السوفت وير. هنعمل ده في الديفلوبس ريجن البوم عملنا سي سي تي. البوم بتاعنا عندنا دي 3 مش جود. يعني عندنا اللينس بتاعنا حوالي 12 ملم الدايمتر بتاعنا 6 ملم. احنا البلان بتاعتي ان احنا نحط الدلتا ديمتر بتاعنا الدايمتر بتاعه 4.6 او عرضه والطول بتاعه 10.5 ملم وهنستخدم معاها فلابلس تكنيك ونعمل ايميديت امبلانت.
ورجعنا مره تانية. طبعا انتم متعرفوش بقى في اثناء التقرير هو شغال يعني اسئله في الكنترول يا دكتور. استشارات طبعا مخرج كلهم بقى استشارات. دكتور طبعا في سيده حضرتك جبتها عشان تبين ان هي مش تعبانه مفيش الم او مش خايفه وصحيه يعني صحيه بالظبط. انا كنت فاكره في بنج مثلا بنج موضوع العادي خالص كلي مثلا في واحد بيخاف قوي مش بنج موضوع كلي ساعات بنعمل بنج كلي طبعا في حالات بقى لما تبقى فول ارش او حاجه والعين اللي بيطلب الكلام ده يعني العين اللي بيطلب انا عايز بنج كلي عشان ما بقاش شايف ايه اللي بيحصل حتى في ناس تبقى فوبك يعني صح. عايز اقول لك حاجه برده مهمه قوي انت لو لاحظتي في التقرير انا قصدت ابين ثلاث حاجات تمام. ازاي اضمن عمليه هو دايما احنا سالتيني قبل كده سؤال في حلقه قبل كده نسبه نجاح العمليه قد ايه؟ كنت دايما اقول لك حوالي 98 و99%. طيب هو هل هي الزرعه تتحط وخلاص نسبه نجاحها 98 او 99؟ لا في عوامل عشان اضمن نجاح العمليه توصل ل 99% ثلاث حاجات. اول حاجه مهاره الطبيب. ازاي الطبيب النهارده يقدر يحط الزرعه وهو عارف هو بيحطها ازاي ومكانها والانجل وكل الكلام ده تمام. تاني حاجه نوع الزرعه. تالت حاجه زي ما انت شفت التعقيم كل شيء في مكان العمليه بتاعتنا معقم لان نقطه بكتيريا واحده او فيروس صغير يبوظ لي مكان العمليه كله تمام. وبالتالي انا بقول لك اهو لضمان نجاح عمليه زراعه الاسنان عشان نوصل لنسبه النجاح العالميه اللي هي 99% و98% اوكي لازم الثلاث حاجات دول يتموا مهاره نوع الزرعه التعقيم. اوكي الدكتور التخدير ما بتهتمش بيه قوي لان ده بنج موضعي يعتبر يعني. لا طبعا انا عايز اقول لك حاجه احنا الطبيعي بتاعنا احنا بنشتغل ببنج اللي هو اللوكال انستيزيا اللي هو الموضعي اللي هو حقن البنج العاديه اللي بنحشي بيها اسنان وبنخلع بيها والكلام ده كله. ولكن انا انت تسالني في البنج الكلي في بعض الحالات بتطلب الكلام ده بس احنا مش شغالين كله فوبيا بقى شويه بالظبط كده بالظبط. طب انا سمعت قبل كده او دكتور نبيه حضرتك قلت لي قبل كده في فقرات سابقه ان بتدوا ضمان للمريض لو حصل اي طبعًا. حاجه في المستقبل احنا تجينا على طول ببلاش في يعني لو سنه اتكسرت في سنه فري مكانها تمام. خليني اقول لك ان الزرعه اللي احنا بنشتغل معاها الشركه المنتجه هي بتدي ضمان مدى الحياه. هو البيشنت بياخد يعني ضمانين هو ما خلينيش اقولها ضمان هي مش ساعه بس هو الضمان يعني ايه. هو الشركه المنتجه بتديني انا كطبيب على كل زرعه بسيريال نمبر تمام ضمان مدى الحياه ان الزرعه لو حصل لها اي حاجه لا قدر الله تتغير. انا بدي البيشنت الضمان بتاعي بتاع المركز ان العمليه اتعملت بنسبه نجاح 100% علشان الزرعه ما تحصلهاش اي فيلير. طبعا بيحصل فيلير في مراكز كتير بس هي الفكره كلها زي ما قلت لك بتعتمد على الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم في الاول التعقيم ونوع الزرعه ومهاره الطبيب. بس الضمان زياده احتياطي احنا عايزين احنا ندي ثقه للمريض لو حصل اي مشكله لو حصل حادثه في المستقبل بالزبط. ولا حاجه سنه اتكسرت سنه اتعوجت بس ما تغيرش لونها يا دكتور يعني الزرعه دي بعد فتره مثلا مع الشاي بقى او القهوه والتدخين لونها ما يصفر شويه عن باقي السنه. اقول لك سؤال حلو. هو بص هي الزرعه هي الجزء الداخلي اللي جوه العظم وبالتالي هو ما بيغيرش لونه. اللي بره ده بيبقى الكراون. الكراون ده احنا دايما بنعمله بتكنولوجي اسمها الاي ماكس. الاي ماكس دي ماتيريال ما بتغيرش لونها اوكي. هي بنختار لون السنان المحيطه اللي جنبيها يمينها وشمالها ونختار اللون اللي هنعمل بيه الكراون بتاع الزرعه ويتعمل اي ماكس يبقى نفس لون السنان المحيطه عشان ما تبقاش مختلفه او باينه ان دي سنه متركبه ناتشرال. انا وريتك في الصور النهارده اللي شفنا ما تعرفيش تطلعي سنه مزروعه او سنه سليمه فاهم قصدي. وبالتالي هو ده اهم حاجه ده دايما البيشنت بيبقى عايز يوصل لها. دكتور نبيل انا بشكرك جدا أنا بشكرك. واحنا بصراحه بنحب او انا بصراحه زي المشاهدين يعني بحب الفقره بتاعت حضرتك جدا ومستناها فمش عايزينك تغيب علينا بقى ان شاء الله. نورتنا دكتور نبيل السباهي حاصل على الزماله الدوليه لزراعه الاسنان بالولايات المتحده الامريكيه. اتكلمنا النهارده عن كل ما يخص عالم زراعه الاسنان. استنونا ان شاء الله فقرات جديده قادمه من طبيب الحياه. احنا كل يوم معاكم ما تنسوش القعده من الواحده صباحا وايضا من السابعه صباحا. كنت معاكم انشاء على اللقاء.